وكان في استقباله رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة وعدد من الإطارات السامية في الجيش الوطني الشعبي. أكاديمية نكب سلاح هك جنب سلاح هك لا ريح أكاديمية داعد كلمة سيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تاريخ بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، يطيب لي أن أتقدم إليكم السيد الرئيس باسمي الخاص وباسم كافة المستخدمين العسكريين والمدنيين للجيش الوطني الشعبي على أسمى آيات الترحيب وأزكى عبارات الشكر والامتنان على هذا التشريف الذي حظيتمونا به اليوم بمناسبة إشرافكم للمرة الثانية على مراسيم حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين، مما يدل على الاهتمام الخاص الذي تلونه للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ولأفراده. ولا يفوتنا جميعا ونحن لا نزال نعيش نفحات الذكرى 59 لاسترجاع سيادتنا الوطنية، أن نقف وقفة عرفان وإجلال وإكبار لمن منحونا نعمة الاستقلال والكرامة والحرية، حرية كان ثمنها باهظ جدا دفعتها تلك القوافل الطويلة من ملايين الشهداء الأبرار، طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جنانه. كما أن هذه الذكرى العظيمة بقدر ما هي مناسبة الاستحضار واستذكار الخصال الحميدة لأسلافنا الصناديد الميامين وبطولاتهم وتضحياتهم الخالدة، فهي مناسبة أيضا لتجديد العهد معهم بصون أماناتهم الثقيلة التي نعتز ونتشرف بحملها في الجيش الوطني الشعبي بكل وفاء وإخلاص للوطن، سائلين الله أن يعيدها علينا وجيشنا ينعم بالمزيد من بواعث التطور والتحديث والعصرنة، وشعبنا المحب لوطنه الوفاء لشهدائه ثورة المباركة ينعم بمزيد من الأمن والاستقرار
والرفاهية. السيد الرئيس، لقد قطع الجيش الوطني الشعبي أشواط معتبرة على درب العصرنة والتطوير والاحترافية، وقد كان ذلك ثمرة للجهود المضنية المبذولة على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات بما فيها مجال التكوين، الذي نوليه اهتماماً بالغاً وعناية كبيرة. ومن معالم هذه العناية التطور الملحوظ لنوعية تكوين الطلبة في مختلف مدارس الجيش الوطني الشعبي على وجه العموم، وفي الأكاديمية العسكرية لشرشال على وجه الخصوص، من خلال تكوين إطارات الغد تكويناً راقياً، والحرص على تدعيم رصيدهم العلمي والمعرفي وغرس في أذهانهم فضائل الأخلاق الحميدة وحب الوطن والاستعداد للتضحية من أجل الحفاظ على وديعة الشهداء. ختاماً، تيقنوا السيد الرئيس أننا لا نحيد على العهد الذي قطعناه على أنفسنا، وأننا لن ندخر أي جهد في سبيل العمل على تطوير قدرات كافة قوات الجيش الوطني الشعبي، والعمل باستمرار على إرسال الانسجام بين كافة مكوناته في سبيل ضمان تطويرها والرفع من قدراتها. شكراً لكم مرة أخرى السيد الرئيس على هذا التشريف، وأحيل الكلمة بعد إذنكم للسيد اللواء قائد الأكاديمية لإلقاء كلمة التخرج. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أكاديمية تعد. كلمة السيد اللواء قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بو مدين. استأنف. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، سيد رئيس مجلس الأمة، السادة الوزراء، سيد الفريق الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد الفريق الأول، الحفل الكريم، إنه لمن عظيم الشرف والاعتزاز أن أتوجه في هذا اليوم البهيج والمتميز أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة إطارات ومستخدمي الأكاديمية العسكرية لشرشال الراحل هواري بو مدين، إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بفائق عبارات الترحيب وأسماء آيات الشكر والعرفان والامتنان، معبراً لسيادتكم في هذا المقام الكريم عن عميق إجلالنا وفائق إكبارنا لهذه العناية السامية التي تولونها لأكاديميتنا بإشرافكم الشخصي على مراسم تخرج الدفعات، والذي يشهد تخرج جيل جديد من إطارات الجيش الوطني الشعبي الذين تلقوا تكويناً عسكرياً وعلمياً مصقولاً بالسلوك العسكري المثالي المطبوع بالروح الوطنية والإرادة القوية والتضحية في الذود عن حمى الوطن الغالي. هذا الإشراف الذي يعكس كل دلالات الرعاية التي يمنحها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لهذا الصرح التكويني العريق، ومنه لمنظومة التكوين بصفة خاصة ولقواتنا المسلحة بصفة عامة. كما أتوجه للسيدات والسادة ضيوف الأكاديمية الأكارم من عسكريين مدنيين وإعلاميين بالشكر الجزيل على تلبيتهم الدعوة ومشاركتنا مراسم حفل التخرج السنوي الذي يأتي أياما قليلة بعد إحياء بلادنا الذكرى 59
لعيدي الاستقلال والشباب، فهي مناسبة تاريخية خالدة تزرع في نفوسنا وأذهاننا معاني النصر المبين، وتبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا ومآثرنا. لا يسعنا إزاءها إلا الوقوف وقفة خشوع وإجلال ترحماً على أرواح شهدائنا الأبرار وتضحيات مجاهدينا الأخيار الذين صانوا الوديعة وحافظوا على العهد وما بدلوا تبديلاً. مناسبة نستلهم منها العبر والقيم السامية التي طبعت شخصيتنا ومسيرتنا المظفرة، التي ينبغي التمسك بها ومواصلة العمل على تجسيدها. إنها فرصة نغتنمها لنجدد فيها العهد الذي قطعناه أمام شهداء الأمس، ونعزز إيماننا الراسخ بعظمة ثورتنا المجيدة التي قادها أبطال جيش التحرير الوطني بمباركة وتزكية الشعب الجزائري، هذا الشعب الذي كان المعين المانح من دون شروط، والسند الداعم الذي صنع ولا يزال يصنع سر تقوة جيشه. هذه العلاقة الوجدانية جيش أمة التي تتنامى كلما كبرت تحديات الوطن وعظمت رهاناته، لأن الشعب هو أصل ومنبت الجيش، وكلاهما يكمل الآخر، إذ أن عطاؤهما معا يصنع اللحمة الوطنية التي هي وعاء المواطنة وحصن الدفاع الوطني. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ها نحن نقف على أعتاب نهاية عام كامل من الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة، لنحتفي بإنجازاتنا ومفاخرنا التي حققها نساء ورجال الأكاديمية الذين لم يدخروا جهداً في سبيل استكمال هذه المسيرة الحافلة. لقد استطاعت الأكاديمية عبر قادتها وإطاراتها أن تمكن لأبنائها وخريجيها أن يضعوا بديع بصماتهم وأنيق لمساتهم في عالم التميز والإبداع، لتبقى صورة الأكاديمية الأروع والواجهة العلمية المعرفية الأرفع للجيش الوطني الشعبي سليلة جيش التحرير الوطني، والتي شكلت منذ انطلاقتها حجر الزاوية والأساس لبنية تحتية معرفية صلبة كإحدى حلقات المنظومة التكوينية، ودرة مكنونة في عقد الجيش الوطني الشعبي الذي يتوق جزائرنا الحبيبة. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، لقد شهد الموسم الدراسي 2020-2021 نشاطاً مكثفاً وتكويناً نوعياً رفيعاً بهدف الوصول إلى مسار تكويني ملائم وعصري لضباط الجيش الوطني الشعبي، وتحضير الطالب الضابط العامل والضابط المتربص على حد سواء للوظائف المستقبلية التي سيعينون فيها، للمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا الحبيبة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التطور العسكري والتقدم التكنولوجي، من خلال خلق مناخ بداغوجي مناسب يوازن بين المتطلبات العسكرية والأكاديمية، وإرساء آليات جديدة أكثر مرونة وانفتاحاً على الكفاءات التي توفرها الهيئات العلمية الوطنية الأخرى. في هذا السياق، فإن الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التكوينية في الجيش الوطني الشعبي قد مست بشكل كبير القاعدة البيداغوجية والمنشآتية للأكاديمية العسكرية لشرشال، لتواكب التطورات الحاصلة في مجال التكوين العسكري من خلال الانفتاح على منظومة التعليم العالي الوطنية، وتجسيد التعاون المثمر مع الجامعات الجزائرية ومراكز البحث بتشكيل فرق مشتركة قصد فتح الأفاق العلمية الرحبة لطلبة الأكاديمية، ليكونوا قادة ميدانيين متكاملين يتمتعون زيادة على الخبرات التكتيكية والعسكرية بالمؤهلات العلمية التي تسهم في بناء شخصية القائد التي تمكنه من تقدير المواقف واتخاذ القرارات الصائبة، إضافة إلى تنمية ونشر الوعي للأفراد بالمعايير العلمية والمقاييس الموضوعية في مختلف الميادين، واكتساب المهارات وتلقينهم القيم والخصال الضرورية كروح الانضباط، الصرامة والأخلاقيات العسكرية، والشعور بالواجب وروح التضحية والوطنية للتصدي لكل الحالات بكل احترافية وثقة بالنفس في كل مكان وفي جميع الظروف. كما عرفت الأكاديمية وكبداية كل سنة جامعية توقيع اتفاقيات للتعاون
في ميدان التكوين والبحث العلمي والتطوير التقني مع عدة جامعات جزائرية ومراكز بحث بهدف تحقيق تكوين مميز وجعل جهاز التكوين أكثر نجاعة وملائمة للمحيط والظروف الراهنة، يستجيب للتحديات التي يفرضها التطور السريع في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتطورة. أيها المتخرجون، هذه الدفعات المصطفى أمامكم من الشابات والشابان المتخرجين في هذا اليوم نفذوا كامل برامج المقررة بامتياز. هذا الإنجاز لم يكن محضاً للصدفة، بل كان وراءه بذل النفس واتصال الحركة وتبديل الليل بالنهار وجهد معزز بالنشاط والمثابرة، حيث تلقى متخرجو هذه الدفعات سنة دراسية علمية ونظرية وتطبيقية. أيها المتخرجون، ها قد انطوت صفحة من صفحات مسيرتكم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، صفحة كان فيها الجد والاجتهاد رفيقكم على الدوام، لحظة ودعتم فيها محطة دراسية هامة كان عنوانها التحدي والإصرار لتحصدوا ثمرة جهدكم وترفعوا قبعات الاحترام لإطاراتكم وأساتذتكم الذين يرافقونكم اليوم ويشاركونكم فرحة التخرج، والتي تعتبر من أجمل اللحظات التي تمر بحياة المرء. فتعب السنين وسهر الليالي قد جنيتموه اليوم، وما مرتم به من ضغوطات ومتاعب جسمانية نسيتموها بمجرد شعوركم بفرحة التخرج. إن التكوين الذي تحصلتم عليه سينقلكم ابتداء من اليوم إلى مرحلة تعليمية أعلى، وهي مرحلة التخصص التي تتطلب منكم مضاعفة الجهود لتحقيق النجاح، آملين أن تكون النتائج التي ستحرزونها مستقبلاً في مستوى تطلعات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وحافزاً مهماً لإطارات الأكاديمية لمضاعفة الجهود لكي تبلغ هذه المؤسسة أرقى المستويات وتساهم في تحقيق الأهداف المسطرة للمنظومة التكوينية. لذا فأنتم ملزمون أكثر من أي وقت مضى بالتسلح بالمعارف اللازمة وامتلاك ناصية التطور من أجل التحكم في تكنولوجيا ومنظومات الأسلحة الموجودة في مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي. فكونوا أوفياء للقسم الذي ستؤدونه وللوعد الذي ستقطعونه على أنفسكم وتلزمون به ضمائركم اتجاه الوطن واتجاه الجيش. بهذا فقط تكونون جديرين بانتمائكم للأكاديمية التي احتضنتكم طيلة تعليمكم وكانت بيتكم الثاني وعائلتكم الكبيرة، بأن تمثلوها أحسن تمثيل وتقدم أحسن صور النجاح والانضباط خلال مشواركم المهني، لتعززوا بذلك سمعتها الساطعة بين المدارس. عليكم أن تتسلحوا بالعزيمة والإرادة وحب الوطن الذي كان زاد وعتاد شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار، لتحافظوا على الأمانة المقدسة التي ضحوا من أجلها. في الختام أتوجه مرة أخرى باسمي الخاص وباسم كافة مستخدمي الأكاديمية العسكرية لشرشال وخريجيها بأزكى عبارات التقدير والعرفان للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على تفضله بالإشراف الشخصي على مراسم هذا الحفل. كما أجدد جزيل الشكر للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وكافة الضيوف على تشريفهم لنا بهذا الحضور المتميز هذا اليوم الأغر عن المسيرة التكوينية للأكاديمية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر حرة مستقلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكاديمية أكاديمية لا ريح لا عد متخرجون
القسم. أقسم بالله العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي، أن أخلد تقاليد شهدائنا الأمجاد، أن أحترم القوانين والنظم، أن أكون صالحا في سلوكي، أن أحافظ على الأسرار التي أتعرف عليها أثناء القيام بوظائفي، وأن أصون المصالح العليا للأمة في كل ظروف. أكاديمية تاريخ، ثائب، تسليم الشهادات وتقليد الرتب.
السيد الفريق الأول قائد الحرس الجمهوري. طالب ضابط عام باحث في رحلة السلام تخصص إلكتروني. المتفوق الثالث تكوين جامعي الطالب الضابط العامل منصور نجيب. حاضر. يقلده الرتبة ويسلم الشهادة السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. طالب ضابط عامل منصور نجيب تخصص أمن أنظمة المعلومات. المتفوق الرابع تكوين جامعي من الدول الشقيقة والصديقة الطالب الضابط العامل سونكالو كايتا. حاضر. يقلده الرتبة ويسلمه الشهادة السيد اللواء قائد القوات البرية. طالب الضابط العامل سونكالو كايتا تخصص علم آلي دولة مالي. المتفوق الأول تكوين عسكري مشترك قاعدي الطالب الضابط العامل قادر ضياء. حاضر. يسلمه الشهادة السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى. طالب الضابط العامل قادر ضياء. المتفوق الأول تكوين عسكري مشترك قاعدي الطالب الضابط العامل حسيد رميسة. يسلمها الشهادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. طالب الضابط عام حسيد رميسة قيادة القوات البرية. أكاديمية لا عد. إلى اليمين ضرب عاديا سير. تسليم واستلام العلم نكب سلاح حك قدم سلاح حك مجموعتي العلم نكب سلاح حك جنب سلاح حك عديا سر.
خطوة للأمام. سيب هذا علمنا، نضع أمانكم لأعنافكم، فاحفظوا الأمانة وصولوا الوديعة ودافعوا عنه حتى آخر قطرة من دمائكم. نحن أهل للوديعة، صدورنا جروع منيعة، بالدم والروح نمديها، وبالعلم والسلاح نحميها. جنب سلاح هك، خطوة إلى الأمام، سير عديان سير. جنب سلاح هك تاريخ أكاديمية لا عد تسمية الدفعة. الملازم الطاف محمد السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. نحن طلبة الدفعة 52 من التكوين الأساسي والمتخرجون هذا اليوم، وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار، نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد المرحوم الفريق محمود العماري. بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، سميت دفعتنا باسم المجاهد المرحوم الفريق محمد العماري. أكاديمية تاريخ. ولد المجاهد المرحوم محمد العماري يوم 7 جوان 1939 بالأبيار بالجزائر العاصمة. التحق المجاهد المرحوم محمد العماري بصفوف جيش التحرير الوطني 1960 بعد الاستقلال. تدرج في العديد من المناصب والمسؤوليات، قائد للمدرسة التقنية العتاد من 68 إلى 70
وقائد لواء 12 مشاة ميكانيكية من سنة 79 إلى سنة 80 900 و1000، ثم رئيسا للعمليات بأركان الجيش الوطني الشعبي، وبعدها رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير من سنة 88 إلى سنة 89 900 و1000، ثم عين قائدا للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة من ديسمبر 88 إلى ديسمبر 89 900 و1000. بعدها تولى قيادة القوات البرية شهر أوت 90 إلى غاية أفريل 92 900 و1000، تاريخ تعيينه مستشارا لدى وزير الدفاع الوطني، ليتولى بعدها رئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي من جويليا 93 900 و1000 إلى غاية أوت 2004، ثم استفاد من حقه في التقاعد. مسيرة المجاهد المرحوم حافلة بالعطاء، ثرية بالأوسمة وشهادات التقدير، عرفانا له بمجهوداته وبمشواره الذي قضاه في خدمة هذا الوطن. ونذكر منها وسام الاستحقاق العسكري، وسام جيش التحرير الوطني، وسام الاستحقاق الوطني من مصف جدير، وسام الجيش الوطني الشعبي شارة ثانية، وسام الشرف المجاهد المرحوم محمد العماري، وافته المنية يوم 13 فيفري 2012 بطلقة ولاية بسكرة. رحم الله المجاهد المرحوم وأسكنه فسح جنانه. أكاديمية ساعد. جزائر جزائر الله يرحم. تاريخ ساعد. الأكاديمية تتقدم في هيئة الاستعلام، نكب سلاح حك، قدم سلاح حك. مجموعة الإعلام نكب سلاح حك، جنب سلاح حك. عديا سر. القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السادة الوزراء، السادة الألوية والعمداء، حضرات الضباط، ضيوف الأكاديمية الأكارم، من السيدات والسادة، أحمد الرحمن ذو الفضل العلي، وصلته وسلامه على الذي جاء بشرع مكمل، فسلام الله منا عليكم وتحاية أدى للولي. أنا ما قمت هنا مبتذرا ساحة النظم فلست بالملي، أنا ما قمت هنا مفصلا لأمور خفيت كي تنجلي، إنما قمت هنا مرحبا بكم والفخر لي، أسأل الرحمن أن يجمعنا في جنان الخلد مع كل ولي.
المنصة إلى رواق الحرية والتاريخ بالأكاديمية، إلى تلك الصور التاريخية الفسيفسائية المجسدة لتاريخنا المجيد، بدءاً بالمقاومات الشعبية والحركات الوطنية الرافضة للوجود الاستعماري البغيض، والتي كانت أولى الخطوات لمجابهة بطش وطغيان الهمجية الاستعمارية، وسبباً مباشراً لضرورة العمل المسلح الموحد والمنظم لتنفجر بذلك عبقرية أبناء الوطن، ليكون بلدنا رمزاً للتطور والعزيمة والنجاح. ويبقى شعارنا بفضل الله وبفضل صانعها وقادتها من شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار، فها هم با أبناء وبنات هذا الوطن الغالي من رواد المجد من الجيش التحرير الوطني، طلبة الأكاديمية العسكرية لشرشال، الرئيس الراحل هواري بومدين، طلبة يأملون ويعملون بكل جهد وكفاءة وإخلاص حفاظاً على أمانة الشهداء لمواصلة بناء وتشييد لجيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يكون جيشاً عصرياً مهاباً عنوانه الفعالية والاحترافية. إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل بها من عسر أو ضاق بها متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. هذا وطن نعيش فيه يجب علينا حبه من الأعماق، ويظهر ذلك جلياً بقوة ارتباطنا بهذا البلد الغالي، فسيبقى الجيش الوطني الشعبي مظلة أمان تحتمي بها الجزائر، ونسأل الله العلي القدير أن يديم أمنه وأمانه، وأن يجعل رايته مرفوعة وخفاقة على مر الزمان. أما الآن مع العروض الرياضية من على يسار المنصة بالخطوة السريعة المتزنة، حين يتقدم مربع من الطلبة الضباط العاملين لتقديم عرض احترافي لفن الكوكسول. القدرات البدنية للمقاتلين، وكذا تعزيز قدراتهم على تحمل الضربات، فهي تعتبر حلقة أساسية في البناء البدني للمقاتلين. إننا نحتاج إلى إرادات قوية وتدريب شاق لسطح المقاتلين على التعايش مع ضربة القتال والقضاء على الخصم حتى وإن نفذت منهم الذخيرة. فنحن جزائريون لا نخاف الحرب ولا نخشى الموت، نحن الجيش الوطني الشعبي، في برية الصحراء تخافنا الوحوش، في أرض المعارك تهابنا العصابات والجيوش. هوب 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 هوب
هكذا كونوا أو لا تكونوا. Thank you.
إن التدريب على تنفيذ هذا النوع من الحركات القتالية من شأنه رفع جاهزية الفرد للقتال وجعله واجه الخصوم وإن كانوا كثرا بقلب شجاع ونفس أبية شامخة شموخ وطننا المفدى. السيد رئيس الجمهورية، هؤلاء هم مستقبل الأمة وذرعها الحامي وعينها التي لا تنام، شباب عاهدوا الله إما النصر والاستشهاد. إن كل واحد من هؤلاء ذكي الفؤاد، مشدود العظم، طموح النفس، صلب العود لا ينثني، قوي الإيمان لا يضعف بالشدة روة النفس على المقاومة العنيدة. شغل إني أرى فيهم دم الشهداء يسقي الوطن عزا وشرفا ويملأه طموحا وفرحا وعزيمة واحدة. هكذا نصون الربيع ونحفظ الأمانة ونعلو بالمكانة بعزة بلاد المجد والشهداء. وضيع قل الوطن الواجب وطني وطني غالي الثمني روحي مالي نفسي بدني وانا الحالي لك في المحن لتعيش حرا طول الزمن. سعد شغل إلى الخلق دور سلام سير. أما الآن مع العروض الرياضية حيث تتقدم ثلاث مربعات من الطلبة بالخطوة السريعة المتزنة مرددين شعار الصاعقة لتقديم حركات جماعية في رياضة الدفاع عن النفس. Yeah.
ظلت أمان تحتمي بها الجزائر، فبوركتم وبورك مسعاكم يا من كنتم ولا زلتم الوطن السند والنصر المدد، وفي قلبكم يسكن البلد. ويا للبطولات تغزو الدنا وتلهمها القيم الخالدات، أسطورة رددتها القرون وهاجت بأعماقها الذكريات، ويا تربة تاه فيها الجلال فتاهت بها القمم الشامخات، والق فيها ألقى النهاية فيها الجمال فهمنا بأسرارها الفاتنات. الآن لازلنا مع العروض الرياضية، لنتقدم الفريق الوطني العسكري للتايكوندو لتقديم حركات جماعية متنوعة من هذه الرياضات. Oh, my God.
إنهم يتقدمون بالخطوة السريعة المتزنة مرددين شعار السائقة لتقديم حركات جماعية في الكبسول بدون قميص. والحياة العسكرية وقائدا في قوام المعركة البرية
إذ يتلقى المتربص دروسا نظرية وتطبيقية، وهذا طبقا لبرنامج التكوين المصادق عليه من طرف القيادة وخطة النشاطات للمديرية العامة للتعليم في شقها المتعلق بالتكوين العسكري. وفي هذا الإطار نعرض على سيادتكم تمرينا قتالي لفصيلة مشاة في اقتحام مبنى يأوي مجموعة إرهابية، حيث تفيد المعلومات الواردة إلينا من المركز الجهوي للعمليات بتسلل مجموعة إرهابية عبر الميول الجنوبية لمرتفع النقاش باتجاه الشمال، محتلة المبنى بالمدخل الشرقي لمدينة شرشال، متخذة منه ملجأ سري بعيدا عن الشكوك وأنظار قوات الأمن. وللحيلولة دون ذلك كلفت فصيلة مشاة مدعمة بالتنقل إلى المنطقة للقيام بحصار واقتحام المبنى بغرض القضاء على المجموعة الإرهابية. فأمامكم عنصر المراقبة والإنذار يتحرك في اتجاه المؤشر الأبيض نحو البرميل الأبيض في ساحة العرض، والذي يعتمد على النظر المباشر للمبنى مع تحديد عدد الأبواب والنوافذ وأقرب المسالك التي يمكن أن يتسلل منها الإرهابيون، مع مراعاة كبيرة لاحتياطات الأمن ودور فرد الحماية الخلفية. وعلى يمين سيادتكم عنصر الإسناد الذي يقوم بحماية عنصر الاقتحام وإسناده عند الحاجة وتأمين تقدمه إلى المبنى. ينتقل هذا العنصر في اتجاه المؤشر الأخضر نحو البرميل الأخضر. يقوم العنصران بالاقتراب أقرب ما يمكن من المبنى، مبرزين أمام سيادتكم المهارات القتالية المكتسبة خلال تكوينهم العسكري، من مبادئ القتال الفردي إلى نظام قتال الفصيلة. تتابعون الآن احتلال العناصر لأماكنهم وقيام عنصر الإسناد يمين سيادتكم باعتلاء سطح المبنى المقابل للهدف باستعمال تقنية التسلق على الحبال، معتمدين على قدراتهم البدنية، مدعمين بقناصة، جاهزين نفسياً ومتمرسين عقلياً لمقدورهم رصد الهدف بدقة واختيار الوقت المناسب لفتح النار وتحقيق إصابة مركزة وتوفير الحماية والإسناد الناري لعنصر الاقتحام. فيما يقوم عنصر الاحتياط تجاه المؤشر الأصفر نحو البرميل الأصفر بنصب الكمائن للقفل والمراقبة الدقيقة للمسالك التي من المحتمل أن يفر منها الإرهابيون. ولهذا وزعت القوى المعنية لهذه المهمة، واتخذت جميع العناصر أماكنها مستعدة للاقتحام حسب ما خطط له مسبقا. وبأمر من قائد الفصيلة يتقدم الآن فردان من عنصر الاقتحام نحو الهدف باتجاه البرميل الأزرق، المبنى الأرضي باللون البني، لاحتلال الزوايا التناظرية الأولى بكل حذر، متخذين الوضعية المناسبة وتأمين تقدم الأفراد الآخرين. بينما يقوم عنصر المراقبة والإنذار بتأمين كل زوايا الدار بتقاطع قطاعات المراقبة والرمي والاستعداد للتصدي لنيران العدو من كل الاتجاهات. وما في الناس أجود من شجاع وإن أعطى القليل من النوالي. وبإشارة من قائد الفصيلة يقوم عنصر الاقتحام في اللحظة الحاسمة بدخول المبنى والقضاء على العدو. الفرار، فيتم القضاء عليه من طرف الأفراد الذين يحتلون الزوايا التناظرية. وهذا الأسد من أبناء الأكاديمية يتقدم بكل جرأة وشجاعة لتجريد العدو من سلاحه، معتمداً على قدراته البدنية ومهاراته القتالية ليكون العدو عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.
والآن وفي هذه اللحظة بالذات وقبل انسحاب عنصر المراقبة والإنذار لاحظوا تعرضه لنيران معادية كثيفة من العمارة ذات الطوابق الثلاث الموجودة أمام سيادتكم، حيث اتضح أنه يختبئ فيها أمير المجموعة الإرهابية المجرمة، وقد أبدى مقاومة شرسة لما استدعى قائد الفصيلة إلى طلب الدعم، فتم إسناده بمفرزة تابعة للقوات الخاصة لاحتياط القائد الأعلى، مزودين بعربة اقتحام ذات مقاومة سلالم آلية. نشاهد أمامكم تدخل مجموعة الاحتياط بكل سرعة واحترافية نحو الهدف بغرض حصار واقتحام المدينة وتدمير الجماعة الإرهابية المتبقية مع أميرها. شعارهم: اطلب الموت تهب لك الحياة، اطلب الموت تهب لك الحياة. المتواجدة بالجهة اليسرى للمبنى بنزول السرع على الحبال لضمان القفل المحكم واحتلال الطابق الأرضي، بينما يقوم عناصر العربة الأخرى الموجودة بالجهة اليمنى للمبنى باتخاذ المكان المناسب باستعمال منظومة السلالم الآلية، يتقدمون بكل دقة واحترافية لاقتحام الطابقين الثاني والثالث، مظهرين التقنيات المستعملة والمهارات العالية التي تسمح لهم بالتفوق على العدو مهما كانت خطورته. ولن نطلبه، نحن طلبه، 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 ن
بعدة لوحات متنوعة منسجمة بحلة الراية الوطنية. نشاهد الآن أمام سيادتكم على تنسيق قوى الانسجام لتقديم حركات جماعية، وهذا ما يؤكد المستوى العالي الذي وصل إليه الضربة الأكاديمية. التاريخ هو حوار بين الأجيال، وهو رؤية الحاضر بعين الماضي. وطني أحبك حبا جما، وطني أيها الوطن الحاضر للماضي والحاضر. أيها الوطن، يا من أحببته منذ الصغر، وأنت من تغنى به العشاق وأطربهم ليلك في السهر، أنت كأنشودة الحياة، إنهم أبناء الجزائر يشكلون الآن بكل اعتزاز وفخر. سير أصواتنا تنطق بأمال إلى المستقبل لأجل أرض وأوطان راقت بالدماء، فنحن نتطلع دائما إلى ما هو آت بلا أحسن. سخوي 30 لتجسيد عمليات التزويد بال...
جوا مع ضمان الحماية الجوية يؤديها الصقور جو بكل فقر وشغل وفي كل الظروف. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، ولنا في كل مكرمة مجال، ومن فوق السماء لنا رجال، وردنا للعرب سعدا لن يبقى وما تبقى الأرض ولا الجبال. سعد السيد رئيس في هذه الأثناء يتسيد أجواء أكاديمية، تشكيل جوي لثمان طائرات ياق 130 للتدريب المتقدم والإسناد الناري للقوات لضمان التغطية والحماية الجوية في تنسيق وانسجام مثالي، طرازا راقيا من التحضير القتالي العالي لقوتنا. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بعد النجاح المؤزر والمسير المبين يتقدم الآن المقاتلون الأشاوز يسار سيادتكم لتقديم التحية الشرفية. حي الجزائر واخطب في نواديها وابعث لها الشوق وناديها، جيش البطولات جيش البطولات، حي الله طلعتكم، اسأل فرنسا وقد خابت أمانيها. مجيد لأجل العشرة الوطن واحد وزير الدفاع الوطني، هؤلاء هم غرسكم، ثماركم وعصارة تكوينكم، يتهيئون للدخول إلى مستقبل واعد. إنهم أبناء الأكاديمية العسكرية لشرشال، الرئيس الراحل هواري بومدين، أكبر وأعرق مؤسسة عسكرية للتكوين بالجيش الوطني.
الوطني الشعبي. ها هم اليوم أبناء الجزائر يرسمون لوحة بديعية من مربعات التشريفات في استعراض عسكري شيق يتقدمها على مواطننا متبوعاً بأعلام الدول الشقيقة والصديقة. فبيارق ألوية الطلبة وكلهم على قلب رجل واحد يترنمون: وطني وطني غالي الثمن، روحي مالي نفسي بدني، وأنا الحامي لك في المحن لتعيش حراً طول الزمن. بتوجيهات سيادتكم ليكونوا في أتم الجاهزية للقضاء النهائي والتصدي على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن. Thank you.
الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، من عرض مياهنا الإقليمية وبالضبط من المشارف البحرية لمدينة شرشال، ننقل لكم وقائع تمرين بياني معنون اعتراض وتوقيف سفينة مشبوهة، على أساس معلومات واردة للقيادة العليا مفادها عبور سفينة تجارية بمياهنا الإقليمية ممثلة بسفينة الإنزال والإسناد اللوجستيكي قلعة بني حماد، وقعت تحت سيطرة مجموعة إرهابية أسندت لقيادة القوات البحرية تنفيذ عملية بحث وتحديد لموقع هذه السفينة، ومن ثم اقتحامها لتحرير الرهائن. لتنفيذ المهمة أقحمت سفينة القيادة ونشر القوات قلعة بني عباس، الفرقاطة متعددة المهام الرادع، وعلى متنها مروحيتان قتاليتان، قاطرة أعالي البحار المنجد، حوامتان للبحث والإنقاذ، مجموعات اقتحام من فوج الأعمال الخاصة البحرية. بعد تحديد موقع السفينة بواسطة وسائل الكشف البحري وبعد رفضها الامتثال، تقرر تنفيذ الاقتحام باستعمال حوامتان قتاليتان وأربعة زوارق اقتحام سريعة نوع بيكا 10، يمكنها نقل حتى عشرة مغاورة بتجهيزاتهم. يتم تلقين مجموعات الاقتحام الخطة المعتمدة، أين يتم تحديد دور كل مجموعة في العملية، وكذا دور كل فرد ضمن مجموعته. يفصل كذلك في شرح مخطط هيكل السفينة ومختلف أقسامها والنقاط الحساسة بها. بغرض اقتحام السفينة وفق الخطة المعتمدة، تبدأ عملية تعويم زوارق الاقتحام وعلى متنها مغاوير البحرية، وكذا تحضير الحوامتين القتاليتان لتحلقا من على متن الفرقاطة باتجاه سفينة القيادة ونشر القوات، لتحط على سطحها بهدف إركاب القناص المكلف بالتغطية النارية، وكذا المغاوير البحرية المعينين للاقتحام، لتعاود التحليق ضمن التشكيل القتالي المعتمد والذي يضمن التغطية الجوية خلال التوجه نحو السفينة المشبوهة. كمرحلة أولى يتم الاقتراب السريع للتشكيل البحري من السفينة الهدف بإسناد ناري من القناص المتواجد على متن مروحية الهجوم، الذي يوفر تغطية نارية يحيد عناصر المجموعة الإرهابية المتواجدين على السطح. فكما تتابعون على الشاشة، وبعد تطهير سطح السفينة تبدأ عملية الاقتحام من محورين اثنين في نفس الوقت. الأول جوي، انطلاقاً من حوامة قتالية للإنزال السريع بالحبل الأملس لمجموعة مغاور بحرية. فهذه الاحترافية والتحكم الجيد في الأسلحة والمعدات هي ثمرة تكوين نوعي وجدية في التنفيذ الصارم لبرامج التحضير القتالي، مع تقييم موضوعي وتحيين مستمر يكيف القوى والمعدات المقتنات مع الأخطار المواجهة. المحور الثاني سطحي، وعلى محورين ثانويين على ميمنة السفينة وميسرتها، انطلاقا من زوارق الاقتحام السريعة، حيث تبدأ مجموعتي مغاوير قبل الاقتحام التحضير الناري بتوجيه رمايات دقيقة ومكثفة لتغطية تقدم وصعود المجموعتين الأخريتين. التركيز الكبير والاحترافية في الأداء هي ميزة هذا النوع من الأعمال القتالية، أين تحدد الأهداف وتصنف حسب درجة الخطورة، ومن ثم تنفذ الرمايات بالدقة والتركيز العاليين المطلوبين. نتائج أدركت بالتدرب المتواصل طبقا لبرامج التحضير القتالي في ظروف تحاكي مسرح العمليات البحري الصعب بطبيعته وبعدم استقراره. فكما نشاهد
وباستغلال عامل المفاجأة يتسلل المغاور بكل خفة ومرونة وبتشكيل مدروس وثابت للانتشار داخل أقسام السفينة لتنفيذ الخطة بكل دقة وحزم، معتمدين على التلقين المسبق لتفادي الخطأ والتعامل مع كل طارئ. يتقدم مغاور البحرية بخطى ثابتة وبكل احترافية على السطح وفي الممرات وعلى مستوى مركز التحكم بالمحركات وفي كل أجزاء السفينة لمواجهة وتحييد ما تبقى من العناصر الإرهابية. إن نجاح مثل هذه العملية الخاصة يرتكز أساساً على الحصول على المعلومة الموثوقة وتحليلها بكل موضوعية، ثم إعداد الخطة الأمثل وتنفيذها في الوقت المناسب مع الاحتفاظ قدر ما أمكن بعاملي المفاجأة وقوة الصدمة. فبنفس الروح القتالية تتواصل عملية اقتحام السفينة باستغلال كل منافذها ليتم في الأخير اقتحام قمرة القيادة أين تتم السيطرة التامة على السفينة واسترجاعها وتحرير الرهائن. بعد إصابة أحد المغاوير أثناء التقدم ورفع تقرير عن ذلك، تصل مروحية البحث والإنقاذ لنقل المصاب بتقنية الرفع بالملفاف، فكما تشاهدون على الشاشة تنقل مروحية البحث والإنقاذ الجريح كمرحلة من تنفيذ خطط التأمين بكل أنواعه، خاصة في شقه الطبي والمتمثل في التأمين الطبي للوحدات أثناء العمليات وما له من دور تحفيزي للمقاتل، والذي بإدراكه أنه في حالة إصابته هناك منظومة طبية كاملة ومتكاملة مسخرة للتكفل به. لتليها مباشرة عملية استرجاع المغاوير جوا، هذه العملية الدقيقة التي تستعمل خلالها الحوامة مهدة استرجاع المغاوير الخاصة والتي يمكنها رفع حتى 10 مغاوير، عملية تنفذ طبقا لخطة تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات المتوفرة، خاصة تلك المتعلقة بطبيعة العملية وهدفها الرئيسي، بعد مسرح العمليات بالنسبة لنقاط التوقف ونقاط الانتشار وكثافة الأعمال القتالية، فهي تتطلب بالإضافة إلى هذه التجهيزات الخاصة كثيراً من التركيز والتنسيق بين المغاوير وطاقم المروحية. فبمثل هذه الروح القتالية التي هي ميزة كل أفرادنا وباستعمال الوسائل والمعدات في الحوزة والتقيد الصارم ببرامج التحضير القتالي، تضمن قواتنا البحرية بمختلف تشكيلاتها مهام التواجد على الساحل وفي البحر بهدف مراقبة وتأمين شريطنا الساحلي والمناطق البحرية تحت السيادة الوطنية وتلك الخاضعة للقضاء الوطني وتحت المسؤولية، ضمن الإطار التشريعي المنصوص عليه في الدستور لتنفيذ المهام السيادية ومهام الدفاع الوطني والخدمة العمومية الموكلة لها. فكما تشاهدون الآن هبوط مروحية البحث والإنقاذ على سطح سفينة القيادة ونشر القوات، أين تتواصل عملية نقل المصاب للتكفل به من طرف الفريق الطبي المتخصص المتكون من ممرضين وأطباء وجراحين يستغلون المستشفى الذي تتوفر عليه هذه السفينة والمجهز بوسائل ومعدات عصرية وبقدرة استيعاب 60 سريراً، 2 منها للعناية المركزة. إن هذا النوع من العمليات غالباً ما يتسبب في انفجارات ونشوب حرائق ما يتطلب التدخل للتحكم فيها، فهناك ما تشاهدون تتدخل قاطرة أعالي البحار هذه الأخيرة التي بعد إخماد الحريق ستقوم بقطر السفينة المعطوبة نحو ميناء الجزائر للتصليح واستكمال التحقيق والتحري. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، من على يسار المنصة وبعد الانتهاء من تنفيذ التمرين تتقدم الحوامات في تشكيل استعراضي لتقديم التحية لكم. فالمجد كل المجد لشهدائنا الأبرار، والعزة كل العزة لمجاهدي الجزائر الأخيار، والفخر كل الفخر
لأفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لكم منا ألف تحية وعرفان. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. Thank you.
الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في ختام العرض الجوي ومن على يسار المنصة ستمر طائرات القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي سري لجيش التحرير الوطني لتأدية التحية الرئاسية لسيادتكم في تشكيل جوي لثمانية طائرات ياك 130 يؤدوها حماة الحمى الأشاوس بانسجام وتنسيق عال، فحماكم الله يا نسور الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. ممثل على الفريق الوطني للخفض المدني.